سلام جماعة، إن شاء الله قاعد تكونوا بألف خير. اليوم درنا لكم استكشاف على مكان موجود في ولاية مستغانم، مكان غير معروف يتمتع بمناظر جميلة، اندماج ما بين الرمال والبحر والغابة. حبيت ندير لكم هذا الفيديو القصير وين تتمتعوا بأصوات أمواج البحر الهادئ لتهدئة الأعصاب. إذا حبيتوا الانضمام إلينا ما عليكم غير ديروا جام والاشتراك وكذلك الانضمام إلى صفحاتنا عبر الفيسبوك والإنستغرام، وعندكم كل المعلومات في هذا الفيديو. تابعونا هنا الجزائر، والآن نخليكم باش تتمتعوا بهذه المناظر. وتحية خاصة اللي شاركونا في هذه الرحلة اللي فاتت شابة بالبزاف.